السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، النهاردة هنعمل بلوزة حريمي شيك جدا جدا، تلبس حتى 2 اكس لارج. انا عندي قماش سي واي، عندي مترين زي ما حضراتكم شايفين، قماش سي واي، وده البورسل بتاعنا اللي دايما بنقول انه عبارة عن شرشيب كده في طرف القماش، ده اسمه البورسل، نهاية القماش. تمام. طيب هقولكوا على ملحوظة مهمة تعرفوا منها وش وظهر القماش، خاصة لما بيكون اسود ويكون فيه نفس يعني ايه اللون بالشكل ده. هقولكوا على الطريقة اللي تعرفوا بيها. تمام. طيب انا هنا بطبق القماش على 4 زي ما حضراتكم شايفين اهو، عرضه القماش كله زي ما جه، 150 سنتي زي ما جه اهو، عرضه زي ما هو جه بالظبط، طبقته كله بالشكل ده. تمام. طيب بساوي كويس قوي. لايك فضلا وليس امرا، متنسوش يا جماعه اللايك، وتشجيعكم مهم جدا جدا بالنسبه لنا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب انا هنا عشان اعمل الكم، عشان اعمل الكم عايزه 23 سنتي. شايفين واخدين بالكم ان القماش مفروض، هل كده صح اجي اقص؟ لا طبعا. خدي بالك بقى لان السؤال ده بساله دايما. بصي بعمل ايه اهو، راح مطبقه كده عشان اطلع الكم، عشان اطلع الكمين. شايفين كده كده؟ تمام. نركز على الخطوات دي لو سمحتوا. انا كده اهو ببتدي من الاول للمبتدئات. بصوا وهشتغل معاكم في الكم الاول كمان علشان ما تهوش مني في الفيديو، واجي في اخر الفيديو اطلع القماشه تقولوا لي جت منين وقصيناها ازاي والكلام ده. اهو نركن قماشنا ونشتغل في الكم. بصي بقى روح فارده القماش اللي انا خدته اهو اهو. تمام. البورسل بتاعي على ما قلتلكوا عليه علامة صح، شايفين البورسل بتاعي فين اهو، واروح مطبقة بالشكل ده. هنا 4 طبقات اعدهم على ايدي، اعدهم تاني. المقص بتاع التاجر مش مساوي القماش اهو، الطبقة الرابعة اهي. تمام. يبقى دول 4. يبقى لما بعمل الاختبارات دي يبقى انا كده ماشية مظبوط مع ام عبد الرحمن. اجيب حتة قماشة واجرب فيها يا جماعة اهو. تمام. وروح واخده كده عرض 23 سنتي، 24 سنتي بالخياطة. تمام. انزل طول الكم، انا عايزة كم واسع مرحرح في استك زي الكم اللي انا لابساه. تمام. يبقى اخد 72، عايزة كده زي ما انا لابسه الكم ده بالظبط اهو، يبقى عايزة 72. تمام. اساوي بالمسطرة، كل شغلي لازم يكون بالمسطرة. طيب هنا بروح نازلة كام؟ 12 سنتي. الناس اللي بتسألني منين ال 12 وال 13، 12 سنتي و13 لو الوزن مليان شوية، ودي أرقام بتعتبر ايه يعني، يعني زي ما بنقول كده أرقام ثابتة اشتغلي عليها وانتي مطمنة. البلوزة دي حتى 80 كيلو. تمام. طيب أنا كده نزلت ال 12 سنتي وعملت المستطيل بتاعي، أقسم المستطيل بتاعي بالنص، أسهل كم ممكن تعمليه في الحياة. شايفين النص؟ بص بقى ماسكة المارك بتاعي من فوق أهو، نص دايره، واروح عامله بصوا اهو. بس كده يا جماعه، ده الكم، ده قصه الكم الكبير اهو. تمام. وبالمسطره بتاعتي واروح ايه مساويه الكم كده للاخر اهو بالشكل ده، اقص اهو. تمام. خطوة بخطوة معاكو. اللي عايزة تتعلم الخياطة هتجيب ورقة، هتجيب تتعلم في حتة قماشة في حتة ورقة هتتعلم. اللي عايزة تتعلم هتقوم دلوقتي تعمل معايا، واللي بتشوف الفيديو وتفضل خايفة الدنيا كلها بتجري من قدامك وانتي لسه خايفة. في ناس عملت حاجات كتير وفتحت مشاريع وانتي لسه خايفة. طيب بصوا اهو القماش بتاعي متطبق على 4 زي ما قلت لحضراتكم، ده البورسل. بس انا عايزه اسوي القماش كويس قوي. عايزه اقول لكم على حاجه، لو انت وزنك كبير اعكسي اتجاه القماش. بصوا لو انت وزنك كبير اعكسي، خلي البورسل من فوق زي ما انا ماسكه كده اهو، البورسل بتاعي من فوق. تمام. لو انت وزنك كبير، لا وزنك صغير ارجعي خلي البورسل على جنب زي ما انا كنت عايزه. ده قماش السي واي، قماش السي واي سهل التشكيل،
سهل تستخدميه طول وعرض، سهل بمترين ونص اعمل فستان حريمي، وسهل جدا اعمل زي حاجة يعني ايه بمترين اعمل بلوزة طويلة طويلة، تمام؟ لانه سهل التشكيل، فيها قماشة ما ينفعش ان انا اشتغلها طول وعرض، تمام؟ هنا بساوي القماش اهو. القماشة اللي ما ينفعش اشتغل فيها طول وعرض هي القماشة اللي فيها مطة، لازم اشتغل في اتجاه المطة. القماشة اللي فيها رسومات لازم اشتغل ورسومات مظبوطة. في قماشة كتير ما ينفعش اشتغل بيها طول وعرض. هنا باخد عرض الظهر 19 سنتي. وتعالوا نشوف الاختلاف ما بين الموديل الحريمي والموديل الاطفال. كنا بننزل نفس عرض الظهر، يعني نص عرض الظهر كده كنت بنزله هو هو. في الحريمي تزودي 2 سنتي. بصوا بقى كده الاختلاف، راجعوا معايا الاختلاف. في الاطفال كنا بناخد نص عرض الظهر وننزله ونعمل مربع، هنا بنزل نص عرض الظهر وازود عليه 2 سنتي، تمام؟ هنا لازم اخد ربع دوران الصدر، بمد المسطرة بتاعتي عشان اخد عليها ربع دوران الصدر. وربع دوران الصدر عندي 25 سنتي، يعني اصلا دوران الصدر 100 سنتي، فانا هاخد نصه 25 سنتي. والمفاجأة الطريفة لما اخد 25 سنتي هنا هلاقي ان انا خارجه 5 سنتي، اللي دايما ام عبد الرحمن بتقول لكم عليها اهو، هتلاقوني خارجه من 5 6 سنتي، دايما اقول لكم على النقطه دي اهي، مظبوطه زي ما بنعمل في الموديلات العاديه اهو. انا بوفر عليكم يعني جهد القياسات دي. اطلعيها هي هيها 6 سنتي هنا، شريط اللاصق، كوبايه، طبق، اي حاجه شكلها دائري انا ممكن اعمل بيها دوران مظبوط جدا اهو بالنقطتين دول، واروح عامله الدوران بتاعي، تمام؟ طيب تعالي هنا لدوران الرقبه. دوران الرقبه 7 سنتي، ما بحبش الرقبه تكون مفتوحه ومبينه من فوق، احب ان هي تكون ملمومه. وهقول لكم ان ما فيش حاجه اسمها اعمل دوران ويطلع ضيق. بصوا كل حاجه بعملها قدامكم اهي، شايفين اجمل دوران يتعمل ازاي وبسهوله. طيب عارفين ايه التعديل التاني؟ التعديل التاني ان في الامام بدخل هنا 1.5 سنتي، يعني ده كورس حريمي لوحده في فيديو لوحده كده خلصان، يعني في فيديو واحد بدخل في الامام 1.5 سنتي، تمام؟ طيب وبنزل خط الكتف 3 سنتي اهو، دي عارفينها، بس كنا بننزل في الاطفال كام؟ 1.5. بنراجع مع بعض، بنراجع مع بعض اهو، كنت بنزل هنا 1.5 في الاطفال، في الحريمي لا 3 سنتي. كده انا خلصتها تماما. بس ايه رايكم انا عايزه اعملها بدوران علشان كمان نشيل حته الخوف من اي دوران، وسهله قوي. انا باخد هنا طول، وخدت طول هنا 108، بلوزه طويله، تمام اهو، بساوي كده القماش بتاعي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كده سويت الطبقات كلها واخدت الخط بتاعي، وعايزه اعمل دلوقتي دوران. طيب بطلع هنا حوالي 18 سنتي، كبير؟ لا مش كبير، انا اصلا عامله بلوزه طويله، تمام 18 سنتي. واروح ايه بقى موصلاها، بصوا حتى لو لقيت ايدي طالعه لوحدها فوق مفيش مشكله، انا ايدي طالعه يبقى ده شكل الدوران، مش بالضروره امشي على نفس الخط. لما ايدي طالعه ولو لقيت المقص طالع معايا مفيش اي مشكله. بصوا اهو دوران ده خلص على فكرة، الدوران ومنتهى السهولة والبساطة، مفيش حاجة تخوف. تابعي معايا الفيديو للنهاية عشان اقولك ازاي تخيطيه بدون اوفر ويطلع مظبوط وشكله حلو جدا. هنا انا بقص دوران الرقبة المفروض الخلفية، لان 4 طبقات على بعض، يعني بقص امام وخلف. هنا بقص على الكتف الاصلي، التعديل ده في الامام بس يا جماعة اهو. بصوا ما عملتش تقسيم، انا عايزه بلوزه كده يعني ايه مرحرحه وجميله وواسعه. بصوا بوسع ازاي عشان تكون واسعه، وبمشي على حرف القماش اهو، بفصلها كده من بعض عشان عايزاها ايه تكون واسعه ما تكونش ضيقه. طيب بفرد كده القماش بتاعي اهو، اخدت قطعه الامام اللي انا هعمل لها، هقص التعديلات اللي انا عاملاها فيها اصلا. يا رب تكونوا انا يعني قادره اوصل الشرح، والشرح يكون سهل، ولو فاهمين الشرح بتاعي تقولوا لي في التعليقات، ولو في شيء معقد انا ممكن اشرحه لكم على حاجه اصغر كده، تمام اهو. وهنا قصيت 1 سنتي كمان علشان الموديل عندك لو بيحدف لورا ال1 سنتي ده يخلي الموديل مظبوط. وهنا كمان قصيت الدوران بتاعي اهو، تمام، مفيش سهوله ولا بساطه اكتر من كده. وبرضو بقول وبنوه تاني، لو في حسيتوا صعوبة في الفيديو اعملهولكوا على مجسم،
وده الدوران بتاع الامام. لو حابة تخلي الامام دورانه اصغر من الخلف تقصي على نفس الطريقة. تمام. طيب انا بفرد القماش هنا وعايزة اعرف اخيطه ازاي، والقماش وشه زي ظهره كده. تمام. طيب هنا في الظهر لو عايزة تعملي فتحة للرباط اعمليها، لو عايزة تعمليها في الامام اعمليها، اهو بتروحي قصة في النص هنا بالظبط، بس انا هعملها في الامام عشان عايزة اعمل زي شريطة كده يبقى شكلها حلو. طيب بصوا المكوة بقى، بصوا على مكوة القماش الاساسية، ده الامام بقى، ده كده وش القماش، لان التاجر بيطبق القماش على وش. تدخلي المحل تلاقي الالوان مبهجة لانه بيطبق القماش على وش، فبالتالي التطبيقة دي هي وش القماش، ودي كمان وش القماش اهي. تمام. بروح حطاهم على بعض وكده، هخيط الاكتاف مع بعض، ولو ما عنديش اوفر اتني الاكتاف وانا بخيطها هتديني نفس النتيجة، ونتيجة جميلة جدا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بطبق أهو يا جماعة الكتف، على ما تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. بنتحمس ونتحفز بوجودكم دايما وبتعليقاتكم الجميلة، وإن شاء الله كلكم تصبحوا محترفات. أنا كده تنيتها أهو، شايفين كده مش محتاجة أعمل أوفر. باجي هنا لدوران الرقبة في الأمام وافتح الفتحة اللي قلت عليها من يعني حوالي 8 سنتي ولا حاجة اهي، بس لازم اكون مطبقة دوران الرقبة بالشكل ده عشان يبقى مظبوط اهو. تمام. طيب هنبتدي بقى نركب الأكمام زي ما حضراتكم شايفين، وباخد من الحرف، وبحب قوي اعمل كشكشه في الكم، ولو مش عايزاها رحال الكشكشه. ارحلها ازاي؟ بانك تبداي خياطه من منتصف الكم والبواقي او الزوايد اللي انت عايزاها بتطلعيها، ولو عايزه كم مظبوط من الاساس بتاخدي دوران الابط وتعملي عرض الكم على قده بالظبط. تمام. بحب قوي فكره الكم اللي انا لابساه الاستيك العريض وكشكشه، والوسع بكون مرتاحة فيه وبيبقى شكله جميل جدا، بس طبعا كل واحد له ذوقه، ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. اعملي الكم اللي يعجبك، لو عايزاه بسويرة اعمليه، بس انا عشان مش متوفر عندي موضوع العربي قوي فانا بحب دايما اعمل حاجة سهلة سلسة. الاستيك بتاعي بقيسه كده على الاسورة. كمان النهاردة احنا الحياة بقت سريعة واطارها سريع، تحبي تلبسي البلوزة تكون واسعة مريحة، مش لسه هزرر ولا زرار يقع مني ولا الكلام ده. انا بركب الاستيك بالشكل ده اهو، وبخيط على حرف الاستيك، وبشد بشويش ما بضغطش الاستيك كله اهو. القماشة ناعمة جدا، سواي تاني يا جماعة بقولكوا، سواي ده مترين من القماش. زي ما قلت لحضراتكم عايزه بلوزه طويله وواسعه، عشان تعرفي انت محتاجه قد ايه. انت بتاخدي طول الموديل بتضيفي عليه طول الكم، يعني انت كقياس حريمي او بنات طالبات بتاخدي طول الكلي لاي موديل ومعاه كمان طول الكم. يعني لو عايزه تعملي البلوزه دي متر بس بيبقى متر ونص علشان الاكمام اهو، شايفين كده الاستيك اهو. لو عايزه تعملي البلوزه دي نص متر بتاخدي متر، علشان متر الى متر الى ربع، متر الى متر وربع عشان الاكمام. وهنا بقفل اهو، بخيط كده الاستيك وبمشي على البلوزه للاخر، هتلاقيها متساويه معاكي. بصوا انا بعد ما خيطت كده رجعت تاني، رحت تانيه الطرف اهو تنيته كده. تمام. عشان مش عندي سرفله او مش عندي اوفر، ده بيريح وما يخليش البلوزه تنسل وما يعطلكش في نفس الوقت. تمام. ما بيحصلش كشكشه ولا زرزر اهو، شايفين انا قفلتها ازاي وتنيتها تاني، بس الاول خيطتها الاول مستريحه، ما بتنيش وخيط مع بعض. تمام اهو. طيب نركز قوي قوي في النقطه الجايه دي، واتمنى ما يكونش حد ساب الفيديو او جراه، عشان انا دلوقتي هتني الدوران، بتني دوران رفيع جدا 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 فوق ما تتخيلي، يعني يا دوبك كده ايه اقدر الف القماش، حاجه صغيره جدا، تانيه واحده بس. تمام. الحته دي او الجزئيه دي تحتاج منكم لايك وتعليق وتشجيع جميل منكم. بصوا اهو، بعد ما بخلص الدوران بالكامل الامام والخلف بنفس الطريقه، برجع اتنيها تاني بنفس يعني نفس التانيه. بصوا هرجع اتنيها تاني، فهحصل على تانيه دائريه جميله. طبعا لازم استخدم المكوه في الاخر. بصوا اهي،
راح صباعة تانية جميلة جدا وما فيهاش غلطة اهو. لازم نتصرف لو ما عندناش امكانيات كاملة، مش لازم اروح اجيب مكانتين بالشيء الفلاني وبارقام خيالية علشان انا عايزة اتعلم الخياطة. لا، ابتدي باللي موجود ومتاح عندك. لكن في شراء المكنة، لا، المكنة ما تقلش اهمية عن اي قطعة اساس مهمة في بيتك. تمام، الفتحة بتاعتي اهو، بروح ماسكة شريط البيه اللي قلت لكم عليه في الفيديو السابق، ولو ما فيش ممكن تتنيها عادي. طيب عايزه اقول لكم ان شريط البيه ده المتر منه بجنيه، ومتوفر في ادوات الخياطه في المحلات اللي بتبيع الكلف والخردوات اهو. بلف على البلوزه، على فتحه البلوزه بالشكل ده. المكنه يا جماعه زي ما انتم شايفين الماركه بتاعه المكنه بتاعتي، اما سانسير او جوكي او جاك. انا ما بحبش ان انا اصرف فلوس في مكنه انا مش هتفيدني في حاجه، او ان انا اعتبرها مؤقته. مفيش حاجه مؤقته المكنه لو مش هتخيط لي حاجه البيت اللي موجوده عندي، لا ملهاش اي لازمه. طبعا انا اصلا جايباها عشان تريحني مش عشان افضل اصلح فيها. تمام، طيب بصوا ده كده الدوران بتاعي اهو. شريطة قصتها وببتدي من الظهر، من منتصف الظهر بالشريط ده وألفه. عملناه في أكتر من فيديو، بصراحة بيكون أسهل حاجة. أول حاجة بيسهل دخول الرقبة، يعني ما بتبقاش ضيقة زي ما الناس بتقول، لأن انتي عاملة لها فتحة بالشريطة. تاني حاجة بيداري، ما بيبينش الجزء اللي فوق في الرقبة وانتي لابساها. تمام، طيب بلف بالشكل ده. لو مبتدئة مفيش مشكلة تبدأي خياطة من الناحية اللي تعجبك، مش بالضرورة ان انا لا يلا بروفيشنال بقى. لا، انتي مبتدئة، حتى لو عايزة تخيطي على ايدك خياطي، حتى لو عايزة تأكدي بالمكنة بعدين انتي حرة. مش بالضرورة تعقدي نفسك قوي ان انتي توصلي للمرحلة اللي هو خلاص يعني اروح سحب الحتة على المكنة وخلاص. تمام، كل حاجة بتاخد وقتها. تمام، طيب انا كده قصيت الشريطة وخيطتها من دوران الرقبة في النص ولفتها. تمام، طيب برجع كده اتنيها على دوران الرقبة، وبرضو ابدأي من النص وكملي للأطراف. البلوزة شيك جدا وجميلة جدا جدا وعجبتني، لان هي انا يعني عاملة منها اللون الاحمر اللي انا لابساه ده، وبصراحة مريحة جدا وطويلة، ويعني ايه تفاصيلها بسيطة مش معقدة ومش محتاجة بطرون. عملناها بخطوات بسيطة زي ما شفتوا، واتمنى يكون الفيديو بسيط، واتمنى يكون الشرح وافي، واتمنى يكون ما تضايقتوش مننا، ونبقى خفاف على قلوبكم دايما يا رب. ولغايه هنا اكون خلاص بنهي شكل البلوزه، اني بخيط الشريطه اهو للاخر. وشكرا، وكنت سعيده جدا وانا معاكم. ده شكل البلوزه، وبشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله يا صحبه الخير.